سآم أهلك أحبابي وموعدنا أواخر الصيف أنا الكرم يعتصر. ونحن على الموعد يا فيروز بموعدنا أواخر الصيف، ويتجدد الموعد هذا العام بمدينة الياسمين، مدينة العشق، مدينة السلام، دمشق. شهر آب الذي يحمل معه نسمات الصيف الحارة هو الذي يحمل للسوريين ذكريات مع معرض دمشق الدولي. هذا المعرض الذي استمر لمدة نصف قرن والذي يحمل حكايات وحكايات بذاكرة السوريين كلهم. فدمشق أقدم مدينة بالتاريخ، سنة 1954 شهدت أهم المعارض الدولية بالشرق الأوسط. معرض دمشق الدولي الذي كان يستضيف عشرات الدول من قارات العالم لتكون أرض دمشق هي الحاضنة والمنبر. وعلى طول أيام المعرض كنا نسمع الأغاني من مكبرات الصوت، وكانت أيام المعرض عيداً لكل السوريين، فالنشاطات لم تكن عبارة عن أجنحة صناعية وتجارية دولية مشاركة، وإنما كانت مهرجانات فنية والتي كانت تقام على خشبة مسرح المعرض. مسرح المعرض القديم الذي شهد حضور أعظم الشخصيات الفنية من بداية إنشائه حتى آخر أيامه، فمن منا لا يتذكر فيروز التي زارت المعرض وغنت على خشبة مسرحه. أجمل أغانيها غنت للشام وسيف الشام. كما أن المعرض شهد زيارة السيدة أم كلثوم، والتي كانت حدثاً فريد قديم، لكنه أعطى الكثير من الإضافات لأهمية هذا المعرض. في هذه الأمسية الحلوة من أمسيات أيلول، يطيب للملايين من الناطقين بالضاد لو أنهم معنا هنا على ضفاف بردة ليستمعوا إلى النغم الحلو والصوت الملائكي، إلى هدية السماء للأرض، إلى كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. إنها ليلة العمر نمضيها هنا في مسرح معارضنا الدولي. ومع عبد الحليم حافظ نبتدي منين الحكاية على مسرح المعرض، حيث أعطانا تنبؤاً بأننا في يوم من الأيام سنذكر حكاية هذا المعرض التي لم ولن تنتهي. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، لو حكينا والكثير من الفنانين العرب والسوريين الذين أضاءوا ليالي دمشق وليالي المعرض. حتى فساتين المدينة
عشقة في البار عشقة يبلع لنا الهوى يبعت مراسيله كيف لبكرة سوى الضوء أنا بحس بجسمي طاير بنسى بمدرستي مريوني معلمت فهمت شو صاير رفقاتي بصفي قالوني أنا بنسى بمدرستي مريوني. المعرض حدث كان ينتظره السوريون بفارغ الصبر، كما أن شاشة التلفزيون العربي السوري كانت تنقل فعاليات الحدث مباشرة، والحفل لا يكتمل بدون الأجواء الفنية، فكان هذا المعرض يستضيف كثير من الأصوات القوية على الساحة الغنائية من الفنانين المحليين والعرب.